أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المراد بأن الحرير يجوز لبسه بشرط ألا يتعدى 4 أصابع؟ هل مجموع الحرير الذي لبسه 4 أصابع أم في ذلك الموضع فقط؟ العلم الذي هو التطريز على الجيب أو على فروج الجبة ما يزيد عن 4 أصابع، أو على البشت، يجعل البشت في حرير على جيبه، ما يخالف لا بأس. كذلك يكون من الزري أيضا لا بأس في هذا، لأن هذا علم تطريز ما يخالف. نعم.